وياكم نفتح الصين المحترم السيدة عميدة كلية التمريض الأستاذ الدكتور راجحة عبد الحسن حمزة المحترمة السادة الحاضرون جميعا مع حفظ الألقاب والمراتب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نرحب بكم جميل الترحيب في ملتقانا العلمي الثاني معكم دكتورة وجدان ضيدان رئيس فرع العلوم الأساسية في كلية التمريض جامعة الكوفة دأبت رئاسة جامعة الكوفة على دعم المحافل العلمية والتبادل العلمي والفكري بين الباحثين فضلاً عن الدعم المتواصل واللامحدود من قبل عمادة كلية التمريض في إقامة مثل هكذا نشاطات علمية لتبادل الخبرات على المستوى المحلي والدولي في مجال العلوم الأساسية وجميع المجالات الأخرى وعليه وبرعاية السيد رئيس جامعة الكوفة الأستاذ الدكتور ياسر الأفتح المحترم وبإشراف مباشر من قبل السيدة عميدة كلية التمريض الأستاذ الدكتور راجحة عبد الحسن حمزة المحترمة نقيم ورشتنا لهذا اليوم وكما ذكرنا في ملتقانا العلم السابق إن ورشتنا قيد الإقامة والتي تليها من الندوات والورش هي تمهيداً لمؤتمرنا الذي سيقام من قبل فرعنا فرع العلوم الأساسية في يوم 30 من الشهر آذار 2021 وتحت عنوان First International Conference on Medical Basic Science Research والذي يهدف إلى توثيق التعاون العلمي والتقني في مجال العلوم الطبية الأساسية وتبادل الخبرات بين الباحثين على المستوى المحلي والدولي وإتاحة الفرصة أمام الباحثين لتشكيل فرق بحثية قادرة على مواجهة تحديات واقع البحث العلمي وبالتعاون مع جامعة الإسكندرية جمهورية مصر العربية مركز البحث الطبي نقيم ورشتنا اليوم تحت عنوان Single Nucleotide Polymorphism and its role in cancer والتي تعتبر من المواضيع المهمة والقيمة في مجال العلوم الطبية الأساسية ودورها في أمراض السرطان تلقي علينا محاضرة الورشة الأستاذ المساعد الدكتورة فوزية عبد الموجود رجب من جامعة الإسكندرية جمهورية مصر العربية الشقيقة مشكورا وتدار الورشة من قبل كل من الدكتور حسام رحيم الحريشاوي من جامعة روتكرز الأمريكية مشكورا والدكتور علي جبار عيدان كلية التمريض جامعة الكوفة مشكورا والدكتور عهود عقيد راضي كلية التمريض جامعة الكوفة مشكورا نرحب فائق الترحيب بالدكتورة فوزية عبد الموجود رجب والدكتور حسام الحريشاوي حلولهم ضيوفا علينا في هذا اللقاء العلمي المميز فأهلا وسهلا بهم وبجميع الحاضرين لا نريد أن نطيل عليكم الكلام نترك المايك الآن مع الدكتور حسام وفريقه لإدارة الورشة مع التقدير وامتناني للجميع لكم دكتور حسام المايك فتفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا على هاي الانترودكشن اللطيفة وشكرا لجامعة الكوفة كلية التمريض المتمثلة بالدكتور راجحة على حسن الاستضافة وحسن الاستقبال من دواعي السرور أن أكون مقدما للدكتورة فوزية إبراهيم دكتورة فوزية هي أسيستنت بروفيسور بالميديكال ريسيرش انستيتوت الإسكندرية يونيفرسيتي هي أنهت دراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في نفس الجامعة وطبعا هي مشرفة على العديد من الطلاب ومن ضمنهم طلاب عراقيين هي بدأت تتعلم العراقي شوية شوية بس يحتاج إلى وقت السي في كلش يعني مبهر ولطيف وبالعديد من اللي ما يتسع الوقت أنه أذكرهم كلهم بس راح أذكر واحدة هي مثل ما ذكرت هي أستاذ مساعد في كلية جامعة الإسكندرية وكذلك هي بالإمبسادور أوف يوروبيان أسوشيشن أوف كانسر ريسيرش وعدها العديد من الببليكيشن ما أريد أخذ من وقت الورشة هواي لكن راح أخليكم تستمتعون
مع الدكتورة فوزية ومحاضراتها القيمة. شكرا دكتورة فوزية، شكرا للجميع، وإن شاء الله تكون محاضرة حلوة. دكتورة فوزية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا يعني مش قادرة أعبر قد إيه يعني عن مدى سعادتي بوجودي وسط زملائي الأفاضل من جامعة الكوفة. ده يعتبر يعني مش أول تعاون مع جامعة عراقية، إحنا تعاملنا قبل كده مع طلبة عراقيين. ويعني إن شاء الله التعاون ده يبقى بداية تعاون مثمر بينا على طول بإذن الله يعني. وأتمنى إن شاء الله المحاضرة تنال إعجابكم وأقدم فيها معلومة بسيطة وسلسة وما تبقاش محاضرة ثقيلة يعني على حضراتكم. وشكرا دكتور حسام ودكتورة وجدان وكل الستاف ممبر في جامعة الكوفة على الدعوة الكريمة للمشاركة. Single nucleotide polymorphism and its role in cancer. There are different types of genetic variations in human genomes, include single nucleotide polymorphism, multinucleotide polymorphism, and microinduced. Single nucleotide polymorphism means change in the one of the basic blocks in the of DNA, such as adenosine, cytosine, guanosine, or thymine. But multinucleotide polymorphism means change in two or more of nucleotides. Microinduced means deletions, insertions, or combination as gain or loss of different nucleotides. Single nucleotide polymorphism is one of the most common types of genetic variation in the human genome. As I said, variation is a genetic sequence that affects only one of the basic building blocks, adenine, guanine, thymine, or cytosine. In DNA segments in the genome between members of a species or paired chromosomes in an individual, with a percent more than 1% of population. يعني عشان الأقول على دي single nucleotide polymorphism أو هي هتأفكت الفينوتايب لازم تبقى بتأثر أو تبقى موجودة في percent من population أكتر من 1%. An example of single nucleotide polymorphism is substitution of C for G in the nucleotide sequence AACGAT, thereby producing using the sequence AACCAT. لو احنا لاحظنا هنا السيكونس كانت AACGAT اتغيرت الجي وبقت سي، دي معناها تشينج في نيوكليوتايد واحده، معناها يبقى هي دي سنجل نيوكليوتايد بوليمورفيزم. The DNA of humans may contain many SNPs since these variations occur at a rate of 1 in every 1 to 300 nucleotide in the human genome. يعني الجينيتك بوليمورفيزم او السنبس دي حاجه نورمال وموجوده وبتحصل ما فيهاش اي مشكله، وبتحصل بريت من كل 100 لكل 300 نيوكليوتايد ممكن يحصل سنبس فيها. 90% من الجينيتك فاريشن اللي موجوده في الهيومن جينوم بتبقى نتيجه السنبس. نفس مثال او شكل توضيحي للدي ان اي دبل هيليكس، ان السي اتحولت للتي، وبالتالي النيكلوتايد البيس بيرد مع السي اللي كان جي اتحولت لايه. التايبس اوف سنيبس، التايبس اوف سنيبس هنقول هو في تشينج ان وان نيكلوتايد. التشينج ده ممكن يبقى ايه؟ ممكن يبقى سبستيوشن ان وان نيكلوتايد ريبليسد باي انذر وان، او وان نيكلوتايد ريموفد وده معليه ديليشن، او وان نيكلوتايد تبقى انسرتد، يعني ما يبقى النيكلوتايد موجوده ويضاف انذر أو extra nucleotide في السيكونس، ودي بنقول عليها insertion. According to the effect of SNPs على الجين على البروتين سنسز ممكن تتقسم إلى synonymous و non-synonymous. Synonymous معناها إن التو forms أو التو genotypes هيبروديوس with the same polypeptide chain، يعني مش هيكون في أي change في الستركشر بتاع البوليبيبتايد chain ال result. لكن non-synonymous هيبقى في تشينج في البوليبوبتايد تشين اللي هيحصل لها ترانسليشن. طيب احنا قلنا ان السيجن نيوكليوتايد بوليمورفيزم دي حاجه طبيعيه وما فيهاش اي مشكله وبتحصل نورمالي و ات هاي ريت في الهيومن جينوم. بالاضافه الى ذلك، بالرغم ان هي معظم الفاريشن دي ما بتاثرش على السيلولر فانكشن وما عندهاش اي افكت، لكن في بعض السنابس ريسنتلي فاوند ان هم فاوند السنابس دي بتكونتريبيوت ان ذا ديفلوبمنت اوف ديزيزز such as cancer
we may affect in response to different drugs. So scientists began to use these SNPs as chromosomal tags to specific regions of DNA, and these regions can be scanned for variations that may be involved in human disorders. يعني أنا ممكن في different disorders أشوف أعمل screening للvariation في SNPs دي أو للpresence of SNPs دي وأبتدي أشوفها كdiagnostic marker أبتدي أستخدمها كscreening marker among the population. ممكن كمان يعني فعشان اللي هو الثانية إن هو السنابس سنابس can be associated with diseases عشان كده ممكن يستخدمها كdiagnostic markers. In addition, identifying which variations are involved in altering responses to drugs could facilitate the development of personalized medicine. يعني إن أنا لما أعرف السنابس الموجودة والdistribution بتاع different snaps among the population which snaps associated مع الريسبونس للدرجز ده ممكن يسهل علي اعمل personalized medicine ان انا احدد لكل patient according للسنابس او according للجينيتك فاريشن الموجود عنده ايه الدرج اللي ممكن يأفكت او يتريت الحاله بتاعته ودي طبعا هيؤدي الى good management و good treatment of different diseases. SNPs in cancer susceptibility. طبعا الكانسر الانسيدنس بتاعته هايلي انكريزنج في لاست فيو ييرز وفي ديفلوبينج كانسرز عندنا في الليفر والبريست كانسرز هاي فيري هاي انسيدنس فبالتالي ان احنا ندرس او نشوف السنابس في الكانسر سسبتيبيليتي دي حاجه مهمه وحاجه هتؤدي لي جود دايجنوزز وجود بروجنوزز وبالتالي وجود تريتمنت او مانجمنت اوف ذا ديزيز. طيب السنابس دي ممكن تبقى موجوده في اني جينز يعني اي مش هي مش سبيسيفيك للسبيسيفيك جينز او جينز ممكن يبقى فيها سنابس وجينز لا السنابس دي ممكن تبقى موجوده ان اني جينز السنابس الموجوده في الجينز اللي بتريجوليت الدي ان اي مس ماتش ريبير او انفولف في السيل سايكل ريجوليشن او في الميتابوليزم هيبقى بالطبع ليها دور في الكانسر سسبتيبيليتي لان الكانسر هيبقى فيه بيبقى فيه ديفكت في الدي ان اي ريبير او في السيل سايكل او في الميتابوليزم فبالتالي اي سنابس موجوده في الجينز control this process هيبقى involved او هيبقى ليها role في ال cancer susceptibility. From a clinical perspective, SNPs are potential diagnostic and therapeutic biomarkers in many cancer types. يعني حديثا ابتدوا يستخدموا different SNPs في ال diagnosis وفي ال prognostic markers او therapeutic markers in different cancer types. SNPs in cancer susceptibility. We said in the SNPs can occur in any genes. Also, SNPs can occur in different regions of genes. It may occur in the promoter, exons, introns, as well as the 5 and 3 dash untranslated region. Therefore, an alteration in gene expression will affect in cancer susceptibility will vary greatly according to the location. And as I said, in the SNPs, the genes that regulate vital process that are involved mainly in cancer. برضو السنابس الموجودة في اللوكيشن زي البروموت والإكزوت والإنفلونس هيبقى دي الرول بتاعها أو الإفكت بتاعها على الكانسر سسبتيبيليتي هيعتمد مين لي هي موجودة فين لأن كل سناب موجودة في سايت من السايت دي ليها ميكانيزم مختلفة إزاي بتبقى انفولد إن بريست كانسر أو إن كانسر. So according to the presence أو according to the site of the snap the mechanism which will be involved with the cancer susceptibility will differ. As we have a promoter region SNPs. This SNPs will affect in the promoter region. Promoter region involved in what? Involved in regulation of gene expression. So the SNPs in this region, in the promoter region, will affect gene expression through altering promoter activity or through transcription factor binding or through DNA methylation and histone modification, the first type. The second side of presence of SNPs is exons, and this will affect the cancer susceptibility by suppressing gene transcription and translation, as exons is the coding sequence in DNA, in the DNA. SNPs in introns regions generate splice variants of transcripts and to promote or disrupt the binding and function of long-term coding RNA. SNPs in the 5 untranslated region will affect the translation,
whereas SNPs in the 3- untranslated region will affect the microRNA binding. We'll explain each one of these mechanisms in details. The first mechanism or the first location of SNPs is the promoter region SNPs. The promoter region regulates the initiation and rate of gene transcription through cis acting elements and the transacting factor. Promoter related polymorphism will affect transcription factor binding that lead to alter promoter activity, gene transcription, mRNA stability, and translation, which subsequently will alter protein levels that determine the individual susceptibility to cancer. Moreover, polymorphism in the promoter region affects the cancer susceptibility by altering epigenetic mechanisms such as DNA methylation and histone modification. This figure summarizes the different mechanisms involved in promoter located SNPs in susceptibility in cancer. We mentioned that it may affect the promoter region through transcription binding factor ability or through the data pool, and this will affect promoter activity, or it may affect epigenetic mechanisms such as decreased methylation or affecting adjacent non-polymorphic CBG islands or transcription factor binding, which will lead to regulating or affecting DNA methylation. The first mechanism in promoter region SNPs is through affecting theta box function. Theta box is the core region for promoter. أي حاجة هتأثر على البوكس ده هتأثر على الترانسكريبشن على جينيتك ترانسكريبشن. So any polymorphism in the theta box inhibit promoter activity and decrease genetic transcription because it's a part of the core promoter. يعني هو part من الكور promoter. فأي polymorphism فيه ممكن تأثر على أو ممكن تinhibit the promoter activity وتقلل genetic transcription. For example, avoid mutation A to C transition at position 27 in the mutated theta box of the estradiol 17 beta hydroxylase decreases promoter activity. يعني في 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 position 27 في حصل transition من A to C. يعني بدل nucleotide A بقت nucleotide C. أثرت على التاتا بوكس وقللت البروموتر اكتيفيتي فقللت الجينيتك ترانسكريبشن بتاع الجين استراديول 17 بيتا هيدروكسيليز. Effect of promoter SNPs on transcription factor binding. For the promoter to start transcription, there must be a transcription factor bind to specific sites on the promoter to start or to initiate transcription process. So the promoter region contains numerous binding sites for transcription factors that regulate gene expression. And gene expression regulated the transcription factor. Polymorphism in the promoter region decreases the transcription of target genes by inhibiting the binding of the transcription factor to the promoter. يعني في بعض السنيبس بترتبط في البايندينج سايت أو بتخلي البايندينج سايتس بتاع البروموتور للترانسكريبشن فاكتور قليل فبالتالي بتقلل الترانسكريبشن بتاع الجين. Example في الكاديهرين 1 كاديهرين 1 ده is a tumor suppressor gene في 2 SNPs. SNPs الأولاني restriction site 16260 a transition from C to A decreases gene transcription by inhibiting transcription factor binding at the CDH promoter. يعني السناب دي في العادي او في النورمال او في او في الجينوتايب النورمال ان السي تبقى موجوده ان السي تبقى موجوده وبيحصل ان الترانسكريبشن فاكتور يرتبط بالبروموتر ريجون في الجين بتاع الكاديهرين 1 ويحصل ترانسكريبشن. لو حصل ان السي في البوزيشن 160 اتحولت من سي للاي ده بيقلل البايندنج بتاع الترانسكريبشن فاكتور على البروموتر ده فبالتالي بيقلل الاكسبريشن او الترانسكريبشن بتاع الكاديهرين 1 والكاديهرين 1 ده تيومر سبريسور. سو لما يقلل الاكسبريشن بتاعه ايه اللي يحصل؟ يحصل تيومر جينيسيس. عشان كده هم فعلا وجدوا في اسوسيشن مع بتوين السناب دي
with different cancers, the prostate, the breast, the colon, and pancreatic cancer. Another SNAP في الكادهرين 1 decreases the conversion or substitute or insertion of A nucleotide at the position 347. هنا لو اخذنا بالنا بين ال 2 bracts في 347G وجنبها يعني ما فيش جنبها nucleotide. حصل insertion nucleotide لأدينين nucleotide بقت بدل G بقت GA. ده بتقلل ال expression بتاع الكادهرين G كادهرين 1 expression by 10 times وبالتالي ده بيزود susceptibility to cancer. وجدوا فعلا ان السناب دي associated مع increase the familial gastric cancer susceptibility. Promoter region SNAP alter the number of methylation loci, so the changing يبقى احنا كده خلصنا الجزء الاولاني ان البرومود ان السنابس ممكن تاثر على البروموتور اكتيفيتي عن طريق انها بتعمل ايه؟ ان عن طريق حاجتين انها بتعمل ممكن تاثر على التاتا بوكس انها تاثر على التاتا بوكس وبالتالي تاثر على الترانسكريبشن او انها تاثر على البروموتور اكتيفيتي عن طريق تاثر على البايندنج اوف ترانسكريبشن فاكتورز. الاذر ميكانيزم اوف بروموتر لوكيتد سنابس ثرو regulating or through affecting epigenetic mechanism. Epigenetic mechanism involving mechanism كتير زي methylation, acetylation, and different pathways. SNPs in the promoter region alter DNA methylation status and thus impact gene expression. طبعا حضراتكم عارفين اكيد ان الميثيليشن دي مهمه جدا او بتاثر او هي من ضمن الميكانيزم اللي بتريجوليت الجين اكسبريشن. فاي سنابس هتكون انفولد او هتاثر على الميثيليشن ستيتس بالتالي هتاثر على الجين اكسبريشن. سنابس ان بروموتور ريجن اولتر ذا نمبر اوف سي بي جي داينيكليتايد ان سي بي جي ايلاندز ليدنج تو تشينجز ان ميثيليشن هيستون استيليشن كروماتين موديفيكيشن اند جين سايلنسنج. وكل البروسيس اللي اتقالت دي الميثيليشن هيستون استيليشن كروماتين موديفيكيشن والجين سايلنسنج كل ده هيبقى بيأثر او بالتالي هيبقى ليه امباكت على الاكسبريشن اوف جين او جين اكسبريشن. Promoter region SNPs alter the number of methylation loci, thus changing gene expression and increasing the risk of cancer. يعني ان اللوكاي اوف ميثيليشن في بعض البروموتور ريجن SNPs بتزودها، فلما بتزودها يحصل يبقى ريت اوف ميثيليشن يزيد، فبالتالي بيزود الجين اكسبريشن. في بعض الجينز لما الميثيليشن لما بيزيد يزود الجين اكسبريشن بتاعها، فبالتالي بيؤدي الى increasing الكانسر اوف increase of cancer incidence. CBG SNPs affect many non-imprinted autosomal genes in normal human tissues by allele-specific DNA methylation or allele-specific gene expression or allele-specific transcription binding, transcription factor binding. Promoter region SNPs modulate cytosine methylation of adjacent non-polymorphic CBG sites by increasing or decreasing the methylated loci. يعني هي كمان مش بتاثر بس على الميثيليشن لوكاي او بتاثر بس على الاكسبريشن اوف جينز ريجريتد بالميثيليشن، لا كمان وجدوا انها بتاثر على الاجهزه النون بوليمورفيك سي بي جي سايتس. بروموتور سنيبس افكت ترانسكريبشن فاكتور بايندنج ذات بروتكت سي بي جي ايلاندز. يبقى هي بتاثر على الجينيتك ميكانيزم او على الميثيليشن عن طريق اول حاجه بتزود الميثيليشن لوكاي فبالتالي بتاثر على الجين اكسبريشن. تاني حاجة إنها ممكن بتكون بتأثر على الباين الترانسكريبشن فاكتور بايننج اللي بروتكت السي بي جي ايلاندز. يعني إيه؟ يعني في بعض الترانسكريبشن فاكتور بايننج بيحمي السي بي جي ايلاندز. هي تأثر عليها السناب دي تأثر عليها فبالتالي تأثر على الميثيليشن ستيتس. بروموتور ريجن سنابس افكت ترانسكريبشن فاكتور بايننج ذات بروتكت سي بي جي ايلاندز. Thus, DNA protein interaction in the promoter region can affect the methylation status and the gene transcription. Example للإفكت على ال CBG islands, the transcription factor زي ال SPI, ال SP1 وال CTCF دي بتأفكت الميثيليشن of CBG islands. في ال sporadic breast tumors وجدوا إن الميثيليشن status was altered عن طريق some SNPs في البروموتور ريجون
لقوا ان الميثيليشن ستيتس اوف تو اوف ذيس تو جينز اولترد, فبالتالي ولقوا كمان ان هو الميثيليشن او الانكريز الميثيليشن اوف ذيس تو جين كورليتد مع البراكا 1 دوت ريجوليشن. البراكا 1 ده دوت البراكا 1 ده هو تيومر سبريسور, فبرضه دوت ريجوليشن البراكا 1 معناها انكريز للريسك اوف بريست كانسر. Promoter SNPs alter gene methylation by activating enzymes. يبقى هي بتشتغل على الميثيليشن عن طريق زي ما احنا قلنا في الاول عن طريق بتزود الميثيليشن لوكاي. ثاني حاجه بتاثر على البايننج او الترانسكريبشن فاكتور بايننج. ثالث ميكانيزم ممكن الستاف تاثر بيها عن طريق افكتنج الانزيمز. في ديفرنت انزيمز طبعا انفولفد في الميثيليشن. البروموتر ريجن SNPs بتاثر على الانزيمز دي وبالتالي بتاثر على الميثيليشن. Promoter region SNPs alter DNA methylation by activating methylation related enzymes. Polymorphism in promoter region of DNA methyltransferases, which is a key player في methylation of DNA methylation, methylene tetrahydrofolate reductase and methionine synthase. Any polymorphism في promoter region inhibit the DNA synthesis and promote abnormal DNA methylation. Common MGMT promoter SNP in which C is substituted by T nucleotide recruited DNA methyl transferase resulting in a loss of MGMT expression in corrected tumors. Promoter region SNPs affect histone modification. يبقى هي بتأثر عن epigenetic عن طريق الميثيليشن عن طريق affected methylation of genes. ثاني حاجة عن طريق affecting histone modification. Polymorphism in non-coding regulatory sequence alter histone modification such as acetylation, methylation, phosphorylation, ubiquitination, and glycosylation, which affect the transcriptional rate. طبعا الهستون modification دي involved أو regulates الجين transcription. فبالتالي أي تأثير على process أو أي تأثير على modification في الهستون هتأثر دي على transcriptional rates. احنا كده خلصنا أول جزء الخاص في البروموتر لوكيتد سنيبس. قلنا ملخص كده سريع, قلنا بتاثر على البروموتر اكتيفيتي عن طريق التاتا بوكس او عن طريق البايندنج او عن طريق البايندنج للترانسكريبشن فاكتور. ده كده هيدينا تاثير على البروموتر اكتيفيتي, او انها بتاثر على الايبيجينيتك ميكانيزم عن طريق الهستون موديفيكيشن عن طريق الافكتيف الميثيليشن, وقلنا بتاثر الميثيليشن عن طريق انكريزنج اللوكاي الميثيليشن لوكاي او عن طريق ان هي بتاثر على النيبرنج نون بوليمورفيك سي بي جي ايلاندز, او عن طريق انها بتاثر على الانزيمز الانفولفد في الميثيليشن. ده كده الجزء الخاص بالبروموتر لوكيتد سنيبس وازاي هي ممكن تبقى ليها رول في الكانسر ديفلوبمنت او الكانسر سسبتبيليتي. تاني جزء عندنا احنا قلنا في البدايه خالص ان هو الانفولفمنت اوف ذيس سنيبس ان كانسر سسبتبيليتي بيعتمد على السايت بتاعها, بيعتمد على اللوكيشن بتاعها. خدنا اول لوكيشن اللي هو البروموتر ريجون. ثاني لوكيشن عندنا هو الاكزونز. الاكزونز دي هي الكودنج سيكونس في الدي ان اي. سنيبس ان اكزونز ار كلاسيفايد از نون سينونيمس اند سينونيمس كودنج سنيبس بيزد اون ذير ابيليتي تو ريبليس ذا انكودد امينو اسيد. يعني هي ممكن تبقى نون سينونيمس او سينونيمس كودنج سنيبس. وقلنا سينونيمس دي معناها ان البوليبيبتيد تشين بتفضل ما بتتغيرش او ما بيحصلش فيها اي تشينج بين التو فورمز, لكن النون سينونيمس قلنا ان هي بيحصل فيه تشينج في البوليبيبتيد تشين. طب ازاي بقى السنابس النون سينونيمس والسينونيمس كودنج سنابس دي هتبقى انفولفد في الكانسر سسبتبيليتي؟ النون سينونيمس كودنج سنابس تشينج بروتين ستراكشر اند فانكشن. نون سينونيمس كودنج سنابس results in amino acid substitution that can affect the protein function. وغالبا بيبقى التشينج هنا في الفيرست تو بيزز اوف كودون. احنا عارفين طبعا الجينيتك كودون بتبقى عباره عن 3 بيزز او 3 نوكليوتايدز. هي التغيير هنا مينلي بيكون في الفيرست تو بيزز, فبالتالي بتاثر على الستراكشر اوف على الامينو اسيد الناتج على الترانسليشن, وبالتالي بتاثر على البوليبيبتيد تشين. Alteration in the amino acid sequence can alter the secondary structure of the protein by increasing or decreasing hydrogen bonding and phosphorylation, which affects protein interaction and function. طبعا اي change في amino acid في polypeptide chain هيأثر على البوند اللي تبقى موجوده, هيأثر على secondary structure. وطبعا زي ما حضراتنا كلنا عارفين ان الاكتف فورم او الفانكشنال فورم
بتاعه البروتين او بتاعه البوليبيبتايد لازم تكون في السكندري والتيرشري ستراكشر. فبالتالي لو في تغيير في السكندري ستراكشر او البروتين ده هياثر على الانتراكشن بتاعته وده هياثر على الفانكشنز بتاعته. وده مش بس في الكانسر، في اي ديزيز لو اي لو حصل تشينج في السكند ستراكشر اوف ذا بروتين اكيد هياثر على الانتراكشنز بتاعته وهياثر على سبسيكوينت باثويز اللي انفولف فيها البروتين ده او الانزيم ده. فبالتالي هيؤدي الى اولتر ذا فانكشن وممكن يؤدي الى ديسوردرز. فانونيمس كود بتاثر البروتين ستراكشر اند فانكشن انديركتلي. يبقى احنا قلنا هي ممكن في الاول تاثر ان هي بتغير امينو اسيد سيكوينس بيس في الامينو اسيد وبالتالي بتاثر على البوليبيبتايد تشين، او ممكن ما بتاثرش الامينو اسيد سيكوينس اوف ذا انكودد بروتين. ان موست كيسز هنا بيبقى السبستيتيوشن في السيرف بيز ان ذا كود. عشان كده لما لقوا ان هي ما بتاثرش على الاسيد سيكوينس في الانكودد بروتين او في الامينو اسيد سيكوينس في الانكودد بروتين كانوا يعتقد ان السناب دي ملهاش رول او ملهاش اي امباكت او ما فيش ليها اي مشكله. لكن ريسنتلي the studies found in synonymous coding snaps affect the gene function and expression by changing the expression of neighboring gene. يعني هي ممكن ما بتاثرش على genes اللي هي فيها لكن ممكن تاثر على expression of neighboring gene. واثرت على لو اثرت على الاكسبريشن اوف نيبرنج جين هتاثر على البوليبيبتايد تشين اللي هتطلع لنا، هتاثر على الفانكشن، هتبقى انفولفد في اني ديس اوردر. سينونيمس كودنج سنيبس تشينج سكند ستراكشر كونفورميشن اوف مسنجر ار ان اي اند بروتينز. سينونيمس بوليمورفيزم افكت مسنجر ار ان اي سبلايسنج ستابيليتي اند ستراكشر از ويل از بروتين فولدنج. ذيس تشينجز affect function of protein resulting in changes in cellular response to therapeutic target which explain the differential responses of individual patient to medication. زي ما احنا قلنا في البدايه خالص ان هم ممكن نستخدم السنابس دي علشان نحدد او نعمل personalized medicine او individual based medicine او individualized medicine. ان انا اشوف السناب الموجوده عند البيشنت اللي عندي وعلى اساسه اشوف ايه ممكن تاثر على ويتش بروتين او ويتش فانكشن بتاعت البروتين عندي، وبالتالي اقدر افسر ليه في بيشنت يبقى عندهم جود ريسبونس للدراج او للميديكيشن وبيشنت بيبقى عندهم بور ريسبونس. فور اكزامبل ار اس 7409 0726 synonymous polymorphic variation في ال MCAT exon 5 inactivates the exonal splicing enhancer causes exon skipping thus leading to loss of a functional protein and to MCAT deficiency. يعني في السناب دي لما بتحصل او البوليمورفيزم دي لما بيحصل ان during transcription الاكزون ده بيحصل له skipping. فبالتالي لما حصل له سكيبنج البروتين اللي هو بيعمل له اكسبريشن ما بقاش موجود فعمل ديفيشنسي فادى الى ديزيز اللي هو نون از امكات ديفيشنسي. سينونيمس كودنج سنابس اولتر ترانسليشنال ريت فاي جينيتك لانجويج. سينونيمس كودنج سنابس كان اولسو اكسلريت اور ديكريز ذا سبيد ات ويتش ذا ريبوزوم موفز الونج ذا مسنجر ار ان اي thus changing the dynamics of translation and subsequent protein structure and function. احنا عارفين بعد ما بيحصل ترانسكريبشن بال mRNA بيروح الريبوزومز وابتدي يحصل عمليه ترانسليشن. في بعض السنابس وجدوا انها بتاثر او بتسرع او بتقلل السبيد اللي الريبوزومز بتتحرك، يعني في ريبوزومز بتتحرك على المسنجر RNA وتبتدي تقراه وتعمل ترانسليشن وتطلع البوليبتايد تشين. في بعض البوليمورفيزم بتاثر على السبيد دي فبالتالي بتاثر لنا على البروتين ستراكشر والفانكشن في البوليبيبتايد تشين الناتجه عن الترانسليشن. يبقى احنا كده ملخص للجزء اللي فات، اتكلمنا عن البروموتر، اتكلمنا عن الاكزونز. الاكزونز قلنا ان هي سينونيمس ونان سينونيمس، ممكن تاثر على البوليبيبتايد تشين تعمل تشينج في الامينو اسيد، ممكن ما تعملش تشينج في الامينو اسيد لكن تاثر على النيبلين، ممكن تعمل جيناتيك لينكج اللي هي بتاثر على السبيد ات ويتش ريبوزومز بتتحرك على المسنجر ار ان اي. ده الجزء الخاص بالسنابس الموجوده او اللوكيتد في الانترونز. طب الانترونز بقى، طب الانترونز دي نون كودنج ريجنز في الدي ان اي، هل يا ترى برضه السنابس اللي هتبقى موجوده فيها هتاثر او هتبقى انفولفد كانسر سسبتبيلتي؟ الانترونز ار انفولفد ان ريجليتنج تيشو سبيسيفيك جين اكسبريشن
messenger RNA transcription and translation. هي ان انكودنج فعلا سيكونس لكن هي انفولفد في important pathways. They contain enhancers or other these elements that promote transcription initiation or elongation. يعني فيها enhancer فيها بعض elements اللي بتبروموت transcription للجينز بتعمل initiation يعني بتعمل initiation للترانسكريبشن وكمان involved في elongation. Introns are also involved in alternative splicing and genome imprinting. يعني في alternative splicing عارفين بعض في بعض المسنجر ار ان اي وبيحصل له splicing ممكن يدينا different variants. دي الالنترونز انفولفد فيها وانفولفد كمان في الجينوم امبرينتنج. انترون سنيبس افكت جين اكسبريشن باي سيز اكتنج ريجولاتوري اليمنتس. انترون سيكونس كونتين ميني سيز اكتنج ريجولاتوري اليمنتس such as transcription factor, enhancers, silencers and insulators that would stably regulate gene expression known as hotspots في الجين في الجينيتك ريسك variants. Intron SNPs regulate protein synthesis by messenger RNA splicing. Sequence changes due to non-synonymous or synonymous SNPs modulate messenger RNA splicing activity, resulting in the production of splice variants. طبعا احنا قلنا ان هو ممكن يتاثر يطلع لي اكثر من variants للمسنجر RNA فبالتالي يطلع لي different proteins او ياثر على البوليبيبتيد chain اللي يحصل لها translation وبالتالي ممكن ياثر على function وبالتالي ده يبقى involved في different diseases. Example, a polymorphism adds a splice donor site in zinc finger 419 produces SNAP HIR and alternatively splice polymorphic histocompatibility antigen in the renal cancer carcinoma. يعني مجرد ان حصل change في ال splice donor site في ال mRNA بتاع ال ZNF 419 عطاني antigen histocompatible وده involved في renal cancer carcinoma, renal cell carcinoma. Intron SNPs impact genomic imprinting. احنا قلنا الانترونز involved في different pathways او different procedures زي منها الجينوميك imprinting. السنابس دي affect الجينوميك imprinting. Genomic imprinting refers to differential expression from maternal and paternal alleles due to variation in DNA methylation and histone acetylation. Polymorphism in the imprinted region affects gene expression. زي الهيستون 19 is an imprinted gene that codes for oncofatal RNA but that regulated postnatal. يعني الهيستون 19 ده المفروض يكود فور oncofatal RNA يعني ليه رول في الانكوجينيسيس لكن بيحصل له ده يحصل ده ريجوليشن postnatal. لا ان بعض ان الهيتيروزايجتس فور H19 TC intron SNP are protected against bladder cancer. لأن H19 RNA inhibits insulin-like growth factor 2 transcription and translation. لكن H1 SNP promotes the mitotic insulin growth factor 2 expression, thereby decreasing the risk of bladder cancer. Intron SNPs regulate gene expression via long encoding RNAs. Intron sequence contain many non-coding RNA motifs which do not encode protein but regulate protein expression through epigenetic, transcriptional, and post-transcription regulation. As an important member of non-coding RNAs, long non-coding RNA are not only involved in chromatin remodeling, histone and chromatin modification, but also participate in transcriptional activation or repression, alternative splicing, endosome transport and oncogene tumor suppressor activation or repression. يعني هما ال intron دي فيها non coding RNA motifs منها most important type هو long encoding. Long encoding RNA ده recently برضو discovered لقوا ان فيه involved different pathways وبعض long encoding involved في different cancer was associated by different cancer risk. لأنه هو involved في different pathways أو important pathways زي chromatin modification و transcription activation و repression أو activation of oncogene and tumor suppression. Polymorphism long encoding genes affect the normal biological function through competitive microRNAs, thereby influencing susceptibility to cancer. Example للpolymorphism long encoding RS2147578 polymorphism
في اللونج انكودنج ال ام ال اي ام سي 2 ترانسكريبت افكت ذا بايندنج اوف مايكرو ار ان اي 128 3 بي اند كورليتس وذ كوليكتر كانسر. هو اللونج انكودنج انفولد فيه او بيعمل زي سبونج كده للمايكرو ار ان اي، فبيمنع المايكرو ار ان اي من ان هو يمسك لي بالماسنجر ار ان اي ويعمل له ديجراديشن او يعمل له داون، بيعمل له يعني يمنعه بريفنتنج من الـ من الترانسليشن. فلقوا ان هما اللونج انكودنج ده السناب في اللونج انكودنج ده لا افكت البايننج افكت الافينيتي بتاعته للمايكرو ار ان اي، وبالتالي لقوا ان بيحصل يعني انكريز ريسك للكوريكتر كانسر. الانترانسليتد ريجن ريليتد سنابس اند كانسر سسبتبيليتي. The 5- and 3- untranslated region of messenger RNA are critical because they control translation. The 5- untranslated region regulate translation initiation, whereas the 3- untranslated region determines the stability of messenger RNA. Specific regulation of messenger RNA translation is an essential part of gene expression and can be modulated by sequence variation in the 5- and 3- untranslated region. عشان هما ليهم دور مهم جدا في الكنترول للترانسليشن. زمان ال 5- بي ريجوليتد الانيشيشن اوف ترانسليشن، وال 3- بت 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 يعني ريجوليت الاستابيليتي او بتحمي بروتكت المسنجر ار ان اي من الديجراديشن. سنابس ان 5- untranslated regions affect the transcription and the protein translation. The 5- untranslated region include genetic elements that regulate gene expression. It is at the transcription start site at and ends at the nucleotide before the start codon. Polymorphism in the 5- untranslated region have been linked to many human diseases because they regulate messenger RNA processing, transport, stability, and translation. SNPs in the 3- untranslated region regulate messenger RNA degradation and translation. The 3- untranslated region regulates gene expression through messenger RNA degradation and translation. The 3- untranslated region controls polyadenylation, subcellular localization, translation efficiency, and messenger RNA degradation. It also determines the fate of specific messenger RNAs and cell type specific messenger RNA expression. Therefore, mutation in the 3- untranslated region are involved in many diseases because they affect the gene progression. In polymorphism in the 3- untranslated and untranslated regions and the microRNAs can alter microRNA binding sites and affect messenger RNA degradation and protein translation. يعني برضو لما يحصل polymorphism في ال 3- untranslated region ده هيأثر هيأثر على البايننج اوف مايكرو ار ان اي مع التارجت مسنجر ار ان اي. زي ما انا قلت من وقت قصير او يعني في سلايدز قبل كده ان المايكرو ار ان اي ده بيمسك التارجت مسنجر ار ان اي عشان يعمل له ديجريديشن ويمنع الترانسليشن للتارجت بروتين. فهو هنا البوليمورفيزم لما بتحصل في بتمنع المايكرو ار ان اي يمسك في المسنجر ار ان اي، فبالتالي هيأثر على الديجريديشن وهيأثر على البروتين ترانسليشن. تمام، يبقى احنا كده اتكلمنا عن الجزء الرول بتاع different snaps في الكانسر، وعرفنا ملخص برضو سريع هقوله ان هي الدور بتاعها او ال involvement بتاعت السنابس في الكانسر susceptibility هتعتمد على البوزيشن بتاعها او اللوكاليزيشن بتاعها على البروموتر قلنا through التاتا بوكس او الترانسكريبشن بايندنج سايت، through الابيجينيتك ميكانيزم ميثيليشن واستلون واستون موديفيكيشن، يا اما قلنا هتاثر عن طريق لما تكون لوكالايزد في الاكزونز هتبقى سينونيمس ونان سينونيمس، او في الانترونز هتاثر عن طريق اللي هي اللونج انكودنج ار ان اي. طيب ازاي انا في المعمل او ازاي انا بعرف او ازاي بعمل اناليسز للسنابس لما تبقى موجوده؟ في تكنيك معروف اسمه بي سي ار ريستريكشن فراجمنت لينس بوليمورفيزم اناليسز. ده popular technique بعمل بيه genotyping علشان اشوف بيه different genotypes ل specific SNPs. يعني مثلا انا عندي SNP فيها nucleotide تحولت من A ل C، فانا عندي بقى عندي two genotypes CA مثلا و CT.
اتحولت دي بقى من CA لCT بقى عندي two genotypes. انا ازاي اقدر اشوفهم او ازاي اقدر اعملهم analysis؟ ده بيتم في المعمل بمنتهى السهولة عن طريق اللي هو RFLP analysis. بعمل ايه؟ بفصل الجينوم الدي ان ايه عادي خالص، وبعد ما بفصله انا بكون عامله ديزاين للبرايمر بتاعتي. طبعا عامله شايفه السيكونس اللي فيها السناب او فيها التشينج في النيكلوتايد، واعمل ديزاين برايمر للجينوتايب الاولاني اللي هو فيه مثلا التي نيكلوتايد، واعمل ديزاين للبرايمر للجينوتايب الثاني اللي هو فيه مثلا الاي نيكلوتايد، وابتدي اعمل بي سي ار اللي هو عادي كونفنشنال بي سي ار عادي بالكونديشن بتاعته الثيرمال بالثيرمال بروفايل عادي خالص. وبعد كده بعمل دايجيشن، يعني بعد البي سي ار بعمل دايجيشن. دايجيشن دي حاجه اسمها ريستريكشن انزيمز. الريستريكشن انزيم دي مجموعه من انزيمز عنده بتقدر تعرف الريستريكشن سايت او السايت اللي حصل فيه البوليمورفيزم او التغيير وتقطع عنده. كل ريستريكشن سايت ليه ريستريكشن انزيم معين، وكل ريستريكشن انزيم بيقدر يحدد الريستريكشن سايت بتاعه. بعد كده بيقطعه او بيقطع السيكونس عندي ليه different fragments. الفراجمنت دي انا بشوفها على الجيل الكتروفوريسيس، واقدر اشوف ال different genotypes على الجيل، واقدر احدد ال ratio بتاعت ال occurrence او ratio بتاعت every genotype each genotype among the population of the individuals اللي انا اللي هم under involved في الاستاد. طب انا دي بقى مثال لشغل انا كنت شغاله على single nucleotide polymorphism، وهي مثال على البروموتور located snaps. كنا مختارين تو جينز، الماتريكس ميتالوبروتينيز 9 والماتريكس ميتالوبروتينيز 3. دول كان فيهم تو سنابس. في الماتريكس ميتالوبروتينيز 9 كان فيه سبستيتيوشن سي تو اي، يعني السي اتحولت لتي في السايت 1562 في البروموتر سايت يعني. وفي الام ام بي 3 اللي هو الماتريكس ميتالوبروتينيز 3 حصل انسرشن ديليشن في البوزيشن 1171 تمام في البروموتر سايت. جمعنا الـ patient breast cancer patient وفصلنا الجينوم الـ DNA واستغلنا اللي هو الـ RFLP وجينا restriction enzyme وعملنا الـ digestion. وبعد الـ digestion دي كانت الـ النتيجة اللي طبعت لنا دي ده يعني application على restriction fragment length polymorphism. أنا بعد ما عملت الـ PCR عادي في الـ primer design عملنا بعد كده digestion. فأنا في الفيجر اللي هو على الـ to the left اللي هو فيجر 1A ده الـ PCR الـ digestion product للـ MMP3 اللي هو حصل فيه insertion deletion. هنا عندنا فيه different genotypes. لو حضراتكم كده شايفين الـ first line اللي هي الأولانية اللي هو الـ DNA ladder، الـ first line الـ DNA ladder. الـ second line 2D دي الـ homozygous 6A 6A. حضراتكم هتلاقوا فيه لو بصيتوا على line رقم 3 هتلاقوا فيه 2 bands، band كبيرة وband صغيرة. الband الكبيرة دي اللي حصل فيها insertion للأدينوزين اللي هي هتبقى homozygous AA genotype. الband اللي هي رقم 3 هتلاقوا فيها اللي هو 5A ده heterozygous، يعني في الليل حصل فيه insertion بقى 6A والليل ما حصلش فيه insertion بقى 5A، عشان كده الجينوتايب بقى 5A 6A genotype. واللي هم رقم 4 و5 ده هتلاقوا فيه band واحدة بس اللي هي صغيرة دي الهوموزايجوس اي اي جينوتايب، يعني ما حصلش انسيرشن عشان كده اللينس بتاعها صغير تمام. فانا على الجيل انا بقدر اشوفها بمنتهى السهوله، واقدر احسب بقى الريشيو اوف ديفرنت سنابس امونج البوبوليشن ان انا بدرس. الفيجر 1 بي ده الماتريكس ميتالوبروتينيز 9 عدد وقت لاقوا لان برده لان 1 ده الدي ان اي لادر، لان 2 ده اللي هو الهوموز الهيتيروزايجوس، الجي السي تي السي تي اللي هو لاقوا فيه 3 باند السي تي ده الهيتيروزايجوس. البانز الثانيه اللي موجوده كانت السي سي، واحنا في الدراسه دي احنا لقينا المفروض ان في ان كان السي تي هوموزايجوس جينوتايب ده بيبقى موجود في البوبوليشن بريشيو من اب تو 7%. احنا عندنا في الاستدي بوبوليشن بتاعنا في امونج ايجيبشن بوبوليشن ما لقيناش التي تي جينوتايب خالص، يعني احنا كنا واخدين تقريبا 400 بيشنت وكنترول ما لقيناش التي تي جينوتايب. عشان كده برضو ده يأكد او يقول ان دراسه السنابس among different population مهم جدا، لان الديستريبيوشن اوف سنابس among the population بيختلف، الديستريبيوشن اوف جينوتايب among the population بيختلف. فبالتالي في الدراسه دي برضو احنا وجدنا ان الام ام بي 3 هو اللي انفول هو اللي اسوشيتد مع البريست كانسر ريسك، مش الام ام بي 9.
على عكس الدراسات كانت قايله ان الام ام بي 9 هو الانفولفد او هو الاسوشيتد بالكانسر بس. عشان كده دراسه مهمه دراسه ديفرنت سنابس ان ديفرنت ريجوليشن مهمه جدا لان هو بتختلف من بوبوليشن لبوبوليشن. طب ده كان مثال على المثال على البروموتر لوكيتد سنابس. والبروموتر قلنا بروموتر لوكيتد سنابس هتاثر على الجين اكسبريشن، وده فعلا احنا شفناه في الدراسه بتاعتنا لما عملنا ريال تايم بي سي ار الاكسبريشن اوف جينز ام ام بي 3 وام ام بي 9. لقينا ان ال 5A 5A هوموزايجوت جينوتايب هو اللي كان هاف ذا هايست اكسبريشن اوف ام ام بي 3، لكن الانسرشن اوف 6A الليل او 6A نيكلوتايد قللت الاكسبريشن اوف ام ام بي 3. وطبعا انا نسيت بس اقول معلومه الام ام بي 3 والام ام بي 9 وماتريكس ميتالوبروتينيزز انفولفد في ديجريديشن اوف اكسترا سيلولار ماتريكس، وليهم رول مهم جدا في الانفيجن والميتاسيسز ان بريست كانسرز وديفرنت كانسرز. فهم هنا فلقينا ان فعلا الانسرشن اوف ادينوزين في السايت ده بيقلل الاكسبريشن وبالتالي بيقلل الانسيدنس اوف ميتاسيسز وانفيجن في البريست كانسر. نفس الحكايه في الام ان بي 9 الانفيرجن الانسرشن اوف سي تي نيكلوتايد زود الاكسبريشن اوف ام ام بي 9. فلقينا الهيتيروزايجوت سي تي الاكسبريشن بتاعه هاير ذان السي سي هوموزايجوت. وبكده انا اكون خلصت، ومتشكره جدا واتمنى تكون المحاضره يعني قدمت فيها معلومه واستفدتوا بيها ولو جزء قليل يعني. شكرا جزيلا لحضراتكم.